السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز وجايب لكم اليوم تجربة لعبة جديدة، لعبة Clothing Store Simulator أو محل محاكي الملابس. بس قبل أن نبدأ شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا بسم الله نبدأ. اللعبة راح تنزل بعد يومين تقريبا أو 3 أيام، لا راح أنزل مقطع بكرة إن شاء الله، فبيكون يومين. بتشوفوا رابط اللعبة تحت، بحط لكم بستي. فلا كثر كلام وبسم الله خلونا نبدأ. مرحبا، أنت أخذت الخطوة الأولى في رحلتك من متجر صغير إلى أهم مركز للأزياء في المدينة. قم بشراء بعض المنتجات واملأ الممرات وابدأ بالبيع. المبيعات قم بتحسين متجرك، لا تفلس، لا اعمل بجهد واستمتع بكثير من المرح. يجب أن تكون أسعار البيع الخاصة بك متوازنة، اعتني بعملائك، قم بالزيادة. أوكي طيب حنا المستوى الأول فوق 9 9، معنا 1000. طيب يقول اذهب إلى الكمبيوتر واطلب المنتجات. 15، هاي يمدي حط إعلانات. أوكي كذا معناته يجون عملاء. تاجر الجملة، مخزن، الموظفين، الإحصائيات، الدفعات، مدير المحل. تاجر الجملة. وعليكم السلام ورحمة الله. امرأة فستان، مو فستان امرأة، لا امرأة فستان، امرأة قميص. جيبة امرأة جيبة، وش جيبة هذه؟ هذا 200، هذا 200 جملة، هذا كم يعطينا؟ طيب يمديك تضيف هذه السلة، باخذ من كل واحد. اوكي كده تمام صح؟ في اثاث، هذا ديكور اكيد نحتاج هذه صح؟ غرفة تبديل، اياه شيء كذا تمام صح. ما ادري شرط كثير او قليل، فبنشوف الحين. سريع الشاحنة. طيب لا انا بشيلهم. اوكي لا عندنا، حلو عندنا الرف. انت بتشيل حق الرف؟ حلو، يا بشيل وشيل الرف. حامل يا كذا تحمله. كيف افتحه؟ بيع، لا يا الحبيب، طيب في مكان بيع، افتح الصندوق اف. اوكي نشوف، انا ما حطيت سعر، ما ادري كم سعرهم هذول. طيب الغرفة هذه حقت الملابس والتبديل بخليها هنا، احسها هنا تمام صح؟ يا احسها هنا تمام. طيب عطني، لا بشيل الصندوق كامل، ما يمديني، ما يمدي، ما يمديني اشيل اكثر، مشكلة. استبدل دي. ايوه انا عارف اني رميت هذول، بس ما في مكان، لازم نشري شاشة الكمبيوتر، لازم نشري الاثاث هذه. شوف ابغى اكثر من وحدة، تعال ابغى حطنا 5. وات الماء غير كافي، كم معنا؟ معنا 200 بس، 90. طيب يلا تنتهي وفلسنا، ممتاز ممتاز. يا ريت التوصيل زي كذا سريع، هذا صندوق حط هنا. ها
فايز يمكن المحلين مفتوح ولا مسكر، والله ما ادري بس بنشوف بعد شوي. اكيد انه مسكر، انا مسكر مستحيل يكون المحل مفتوح، مستحيل. نحط هنا، نحط هنا مؤقتا، بعدين نحط فيه اشياء ثانيه. يا تمام صح. طيب كيف اغير السعر؟ درس تعليمي 7. زيد سعر المنتج عم من الجهاز الكمبيوتر الخاص بك. اوكي فستان هذا سعره بالسوق الموصى به ب50، الفستان هذا اوكي اكيد ما راح ابيعه ب50، راح نبيعه ب55 اوكي اعتمد. هذا 37.5، راح ابيعه 40.5 أو تصدق 40 بس. أوكي هذا غير 50، هذا 40، هذا نفس الشيء حطه 40. أشوف يزعلون ولا لا، نجرب بالبداية. أوكي افتح متجرك الآن. طيب كيف افتح المتجر؟ أوكي من هنا. أوكي طيب هذا وش هذا الكاشير؟ يمديني أسوي شيء بالكاشير؟ تمام ايزي بي. المحل فاضي معنا 86 فقط. اوكي جت وحده بتشريف ممتاز. مش ما انتبهت فيه كيف استخدمه. ضع المنتج في الحقيبه التسويقيه، تسويق او انينا. الان انت تعرف ماذا تفعل، ننتظر مغامره مثيره بالعالم الساحر. نرى ما لديك. طيب اوكي بنضبطه حلو سهل. وبعدين سبيس حلو والله سريع. 500 اوكي وضعنا تمام. صدقون لازم نشري بسرعة، نشوف بيخلصن. اطلع اطلع اطلع، خلنا نشري، خلنا نطلب معنا فلوس. عطني من هذا، عطني من هذا، وعطني من هذا. اوكي كم صاروا؟ 500 يا عشر بسرعة. معنا 150 مو مشكلة، مدينة مدينة. والله الديكور مو عاجبني، يلا مدينة نغيره. معليش معليش دقيقة. طيب مدينة بسرعة نروح ركب هذا كان هنا. حط زيادة هنا ليش لا. دقيقة دقيقة أجيك الحين دقيقة. والله هذا محدد. هذه راحت إن شاء الله أعجبك، إن شاء الله أنا عاجبك إن شاء الله. واحد شريتي روح. لازم المفروض ما تأخذهم كلهم. لا هذه حلوة أخذتهم نفس السعر صح؟ مو لازم أبدلهم أو غير السعر. أتأكد دقيقة. لا كيف كان المخزن؟ هذا 40 قلنا، هذا 40 يا نفس السعر ما تغير شيء. تعال أبغى 2 من هذول. يس تعال. حلو لا يوجد غرض تغيير من... اوكي اوكي دقيقة الحين بشري لك واحد دقيقة بس. تمام ساعة 8 مساء ادري متى نقفل المحل. اوكي لازم نضغط. هل يمديني اشري كفي اثاث جديد؟ ابغى 2. طيب بعطني هذا. حلو كون كذا دقيقة ما راح انهي اليوم. عطني هذا
وين هنا؟ طلع هنا. طيب هذه اللي انت راميهم. حط الباقي هنا. هل يمديني اطلب؟ عشان من بكرة هلا كل شيء عندنا، معنا 300. وش اللي ناقص عندنا؟ والله كل شيء عندنا فل. طيب خلينا ننهي اليوم. يقول اضغط على ان. رصيدنا حلو، كل شيء تمام. طيب يوم جديد، نفتح المحل. نحل نشري بضاعة، ياب نشري بضاعة. هذا 200. هذا كان هنا. نرمي هذا هنا. نحطه هنا. كيف اشوف تقييم العمال او الزبائن بشكل عام؟ الاحصائيات يمكن. لازم اسوي 15. كم توقع مدفع الايجار؟ عندنا فاتورة. طيب يكونون بالضبط كذا جنب بعض. أحلى شيء إنه ما يزعلون إذا تأخرت عليه، هذا أحلى شيء. أوكي، يعني إذا بغينا شيء لازم نتعلمه. طيب خلينا ناخذ هذا 200 نفتحه. أوكي. وأبغى المينيكان هذا وهذا. هذا عندنا، هذا عندنا. أوكي جتنا ملابس جديدة. نكفل الفلوس كفاية. مو مشكلة. عطنا هذا. باخذ من كل شيء نوع هذا. اوكي 1700. حلو، نفتح المحل، جمع بسرعة 1700 وبعدها راح نشريهم على طول. نكنسل بعض الاشياء. انا بكنسل هذا. كيف اكنسله؟ ما تقدر تكنسله. اوكي كنسلت اشياء كثيرة. كان جت رجال. اوكي عطني هذول حاليا. اوكي عطني هذا المانيكان. يكون فتح الصندوق، يكون هنا على واجهة المحل صح؟ مفروض بشكله. طيب عطني هذا، نفس الشيء يكون لا يكون على واجهة المحل. تكون لازم تلبسهم فاز، لازم تلبسهم. جرب الحين، مثلا بركب على هذه. ايوه هذا بيكون هنا، بيكون هنا. ما راح انهي اليوم، دقيقة. هذا الرجال صح عندنا يحط. اوكي هذا بيكون هنا. طيب خلي هذا وهذا، بس دقيقة بشيل. يكون هنا قسم الرجال. اوكي مع هذا يمديني اشيله. المفروض يمديني. متأكد؟ يا يمديك. حلو عطني واحد بس. ايوه عطني واحد من هذا احطه هنا. بيرفكت. حلو هذه جديدة، تكون هنا. لازم نحط لهم سعر لا ننسى. سني بنسى، بس ان شاء الله ما انسى. نحتاج
بعد زيادة. طيب حطهم هنا، حطهم هنا مؤقتا. نبدأني أطرب الحين بسرعة. أبغى هذا. يس بسرعة أبغاك تجيبها الحين. حلو نمديك تطرب الحين بسرعة. لا 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 نفس الصندوق. بيرفكت بيرفكت. طيب الحين بجي هنا بحط سعرهم. لا مو هنا. دير المحل. لا نسيت. مخزون. هذا غيرنا سعره. سعره بالسوق 37 احنا حاطين 40 لازم نكون اعلى شوي منهم. وكذا مغيرين سعره. هذا 37 نحطه نفس الشيء ب 40 نعتمد. هذا باثنين وستين بلوزة. شف بنبيعها بخمس ستين. يس. خمسين. خمسة وخمسين. لازم نربح زيادة. خمسين. خمسة وخمسين. حلو. اوكي. طيب الحين كل شيء جاهز كل شيء تمام. ما معنا فلوس للأسف. هل في بنك مدينة ناخذ من البنك شيء؟ مدير المحل. وش عنده مدير المحل؟ منطقة يمديك تشتري منطقة. لا ما أبغى حاليا منطقة. لافتة مية نسيناها. سود لازم مستوى 15. هنا متضغط شيء. ما يمديك. طيب ننهي اليوم. لازم زينة المحل. لازم زينة. ما ادري شو هذا بس عطنا. عطني هذه. عطني ثانية من هذه. كم صاروا؟ قالت طلبت اكثر من وحدة من نباتات. دقيقة دقيقة. اطلع اطلع. ابغى ابغى حتى هذه. عطني ثانية. هذه أبغى منها. يعطنا أربعة. بس وش هذا؟ بس زينة أتوقع بس كذا. أيوة نحتاج هذه. هذه بتكون في وحدة هنا عندي. بعد بشوي مين اللي خلى هذا هنا؟ يا شباب يا شباب. هذه نفتحها بخليها هنا. ليش مين مرتبة صح؟ ما أدري بس كذا أحسن. بردة بتكون خلنا نقول هنا داخل. لا سريع سريع انت اليوم ان شاء الله ما يطلعون. لا تطلعون كمان هنا يرفع مفروض تقييم الاشياء هذه. لا لا بس في تقييم ان شاء الله فيه اغلب الالعاب اللي كذا. خطأ حط بجنبه هنا. ايوه ايش كنت اقول يا اغلب الالعاب اللي كذا يصير فيه تقييم. هذه بدك تحط في شيء تبيع. تأكد كذا ما قلبته. شوف احنا بنحط في شيء وبعدين نشوف. آخر شيء نبتة بتكون هنا. خلاص كذا تمام صح. نحتاج نشري. يس نحتاج. طيب وهذا أبي هنا أبي هنا
حط الباقي هنا. باقي عندنا رف كامل فاضي، مو مشكلة. نشري نشري، ليش لا؟ ونشري أو لا، ليش لا؟ عندنا حقت الحريم يأخذن أكثر. لا عطني من هذا، هذا لا عطني يأخذون أكثر. بس عطتنا واحد بسرعة، تعال وصله. يكون هنا شغل حبيب كذا، تمام صار فل المحل. ننهي اليوم يوم جديد مستوى 5. كان عليك فايز الشيء، كان في شيء مستوى 5، وش كان؟ ثاني اكيد كان في شيء قلت ذا مستوى 5 بقي واحد يوم. طيب ادفع، خلاص ادفع، لازم تدفعهم كلهم. يخرب شو اللي جار هذا، يعني تدفع المفروض بسرعة. شيء كان مستوى 5 قلت اسوي المنطقة صح، منطقة مستودع 6. شو نحط اسم؟ بس حمد نحط اسم عندك تكتب عربي وي تعال. تعال كمان بحط الاسم شيل بسرعة. محل فايز بالعربي او بالانجليزي كذا. او ماي جاد ازاي، ليش 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 مقلوب؟ طيب نكتب عكس، والله صعب. وات المحل اسمه كذا خلاص. معليش شوف يمشي يمشي يا شباب. لا تحطون لا تحطون هنا، حطون مكان. نبغى 6، نبغى 6. صار لنا ساعة صح؟ بسوي سحب الحين اللي موجودين. اللي في 6 اللي يبغاه الصراحة، اللي في 15 صح؟ هذه 15 يقولون. كم كان؟ يمدينا نشيل هذه اللي كان. يمدينا الحين نعدل، نجرب مثلا اختار الدهان. طيب كيف اختار متجر الدهان؟ اوكي طيب الحين يمدينا نغير لون كله خايس. نعمل الأرضية، اصلا الأرضية حقتنا وش يا الناس. اشب معلش شباب معلك الحين بس دقيقة. راح ده والله المحل أرضية، إحنا خشب الأرضية حسها حلو صح. لو بغير الأرضية بكم؟ 10. أحس هذه أرضية حمام، هي أرضية متجر. لا خلك الأرضية خلها. هذا لون يختلف عن هذا صح؟ واحد دخل هنا وين راح؟ بس كان
ممكن يخليك هنا شوي. فايز ركز يرحم والديك. شلت اوكي، وين اللي احنا اخذنا؟ قربنا اللعبة صح؟ يا طيب ايش يقول؟ يقول حط نفس لون قناتك. لون اصلا ازرق صح؟ هذا مو عاجبني. هذا في واحد هنا جالس له ساعة. ايش؟ هذا مو عاجبني. الجدار اللي مو عاجب. هذا حلو. هذا مو عاجب. قناتي نسيت لونها. طيب ابغى قناتي ازرق صح؟ صحيح ازرق. امس خلنا نجرب هذا. قناتي ابيض. طيب خذنا الارضية. بشوف هذا بس بنغيره. والله احسن من الاصفر اللي حاطين هذا. على كل جدار ابغى بس المنطقة هذه. ليش هذا هنا الالوان مختلفة بالجهة هذه؟ سلامات. شوف ليش هذا صار ازرق؟ واضح ان الشخصية قصير. نقارني هذا ليش صار اخضر لون الشعار؟ خلنا بغير هذا كله. الاصفر هذا ما عجبني. ايوه ليت في اضاءة. هنا صار ازرق ليش ما ادري. هذا حلو. خلنا نجرب هذا عشرة. بجربه هنا. تغير هذا ترى حلو. لازم صدقوني حلو. يعني قسم الرجال يكون كذا، الرجال خشنين فيكون هذا خشن. ما ادري ايش الفكره بس كذا تفكيري. اوكي قسم حريم غير هذا. قارني دقيقه بغير بس الزاوية هذه. ممكن اضع في المكان دهان. طيب لا 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 بيز بس غير المربع هذا. ايش تغير هذا؟ لعبة تهبل. وين راح هذا؟ شوف يحسب الزاوية كاملة. ما يمديك تحسب. يمديني اغير. طيب الماوس رول شيفت ما يغير. يا يعني حسب الزاوية هذه كاملة. اوكي مو مشكلة خلي كذا حلو. طيب الارضية خلنا نشوف الارضيات وش فيه. وحط لنا خشب بس الأرضية تكون مريحة. كيف مريحة؟ يعني حمام. هذه حلوة. هذه حلوة. هنجرب هذه. الله هذه أرضية مطبخ. لازم الزوايا يصير في انجن ما يمديك تعدل فيها. يعني
بس بغير الأرض اللي عندي هنا بس. إيه؟ يعني هذه المنطقة خاصة بالموظف. ارم هذا. خليك هنا شوي. كذا تمام. نغيره بعدين. فلوسنا طارت. طيب حط هذا. هنا. جانا. اوكي. وننهي اليوم. اوكي. باقي شوي يصير لفل 6. ما شرينا امس. مو لازم. عندنا اشياء. تبغاك ترتبهم. دول نشيلهم. حطهم هنا. شيل هذا. اوكي. يا عندنا نقص بس. مو كثير. في اغلب الاشياء متوقع. ما في شيء هنا. كيف اكنسل هذا؟ ما في شيء. اتفرج هنا. انتك صار مكان كذا حلو. اوكي الحين فتح. شرينا منطقة. تودع وين مكانه؟ ما ادري بشوفه الحين. اوكي عرفنا مكانه. طيب معناته انتم مكانكم خطأ. انا نحطه هنا بالمنطقة الفاضية. هذا خلينا. المستودع. بعطينا اشياء بالمستودع مجانا. اوكي. المستودع كبير. الاسم له شيء؟ لا. طيب خلينا نشوف وش اللي بالمستودع. انت اليوم. يا شباب انت اليوم. في احد المحل صح؟ يا. طيب خلينا نشوف وش هذولين. طيب في مكان. وش هذا طيب؟ ممكن اعرف وش هو؟ اوكي حاطين لك كراتين فاضية. كمان فتح ما ادري ايش فيهم الكراتين. بس كذا فاضي اخذ. طيب خلينا نحطهم هنا. اوكي والحين المكان هذا كله بيصير ثياب. الثلاثه هذه كلها بتطير. والله المكتب اللي طار فايز. تعال هنمدي نشري علامه تجاريه. لا لازم مستوى 8. هنا ما في شيء جديد صح؟ لا نحتاج من هذول الزحمة. نحتاج تعال بشري زحمة ملابس. هذا قلت أبغى منها خلنا نقول 4. أوكي هذا نبغى 2. اوكي فلوسنا بدأت تروح 2400. نختار بالمزيد. طيب خلنا نشري هذول. فلوس خلصت. معانا 600 فقط. الحين بنسوي ترتيبات خرافية. في واحد هنا بس او شيء عبهم. يا خلونا شيء نعبيهم. اللي يبقى نرتبهم. هذا كان هنا. كان هنا. بس. هذا كان هنا. اشتريت منه واحد ولا اثنين. ما ندري فايز بس انشريت. اوكي هذا
هذا النوع الثاني. خلينا نحطه هنا. والله هذا أقل واحد يشترون منه. شوف عندنا الزحمة منه. خلاص ما راح أشتري من النوع هذا لأن عندنا الزحمة. بناطيل الرجال بتكون هنا في مكان. نخليه النص هنا. اوكي اوكي. دقيقة هذول لازم نحطهم. خلهم هنا. نجيب الحين نطالب اكثر من واحد يكون هنا. اركز شوي. راح. واو بس واحد. لا لا في مجموعة هنا. حلو. الباقي نحطه هنا. انا قاعد تشرين لان هذا اغلى شيء وبصح 200 كان سعره. هذا. جال. فايز المفروض هذه هنا وهذا هنا لان هذا محرجع. هون هنا صح. هذا فل هذا فل. كنت حمدي بس انت جبت العيد تدري كل هذا ايه. انا شرينا واحد صح. يا بس قبل هذا وشو ويل ويل ويل. اوكي لها لها مكان حلو. نحتاج ثاني زيه. تعال اجل انت خليك هنا. طيب اللي احتاجه الترتيب خطأ. احتاج البنفسجي هذا. احتاج منه واحد. اوكي واحتاج 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 يا رجال هذول. هذا ما يجي هنا ولا هنا مكان بس الحالة. طيب معناته بس البنفسجي صح. يس كم معنا معنا من هذا. هذا غلا شيء. شوف عطني واحد. عطني ستاند. بقى معانا 100 فقط. عطني ستاند. ليت نشرت ليت نشرت زي هذول مو ستاند. شريت توسعة. نفتح المكان منا ولا منا ما ادري. فايز جرب الله هنا مؤقتا. اوكي كون حق فل. احنا كم صرفنا؟ صرفنا 3000 تقريبا صح. مفروض البضاعة هذه تجيب لنا الدبل يعني مفروض تجيب لنا 6000 أو أكثر. استفدنا شيء من المخزن مستقبلا مستقبلا. خلينا ننهي اليوم.
بالستة.